في هذه الأرض ولدت وولد فيها أولادي وأهلي أيضا، هي مكاني المحبب والمفضل، وفي غاباتها تعلمت جمع الفطر والذي بات حرفتي وزراعتي الأساس. الفطر منتج جيد نافع وحيوي يحافظ على جميع خصائصه وصفاته أينما وجد في هذا العالم. مقارنة مع أوروبا، لدينا في أوكرانيا إمكانات ضخمة لزراعة الفطر الأبيض، ويوجد عندنا كل ما يلزم للقيام بهذا العمل، الكثير من القش وزرق الدجاج والجبس الزراعي، ومنها يمكن تحضير الدبال الذي تصدره أوكرانيا حاليا إلى الكثير من دول العالم مثل بيلاروسيا ومولدوفا وبولندا وهنغاريا وغيرها. تجاوز تصدير الفطر الأوكراني إلى أوروبا عام 2017 معدلاته السابقة بسبعة أضعاف لتبلغ 300 طنا. إلى إسرائيل والكويت أرسلت طائرتا شحن محملتان به فقط، لكن هذا لا يعادل إلا 1% فقط من إنتاج الفطر في أوكرانيا. في الأسواق توجد الأنواع التالية: عيش الغراب أو المشرم، الفطر الأبيض أو البتون، وحتى الأنواع النادرة مثل الكمأ. أسس ميكولا ليليوك عمله على فطر البتون أو الشامبينيون. سأريكم الآن مثالاً عن تشكل ونمو الفطر على أحد الكومبوزات أو المستعمرات. يدخل فيها القش أي التبن وزرق الدجاج والجبس الزراعي أو كبريتات الكالسيوم. بعد تجهيز الكومبوزات ترش عليها حبوب الجودر أو الدخن. هكذا يولد النسيج الفطري ليجمع جميع الأفاطير في كتلة واحدة. يربون الفطر بأشكال مختلفة في مخازن الخضار وبيوت الطيور الشاغرة وفي الأكياس وعلى الرفوف وفي حاويات أو وحدات خاصة. وميكولا ليليوك بدأ زراعتها في القمل. بدأ الأمر من اهتمامي بالموضوع وفضولي نحوه، وفكرت كيف يمكن رؤية هذا المنتج، كيف ينشأ وكيف يتكون، كيف ينمو، وما هو إنتاجه التجاري وجدواه، وما هي الكمية التي تتشكل من هذه الحبيبات في هذه المرحلة، وما هي المتطلبات التي يجب توفيرها للحصول على أكبر إنتاج ممكن. كل أوكراني تقريبا بدأ زراعة الفطر في الأقبية فهو ينمو في الظلمة، أما الآن فنحن في بيت مخصص لتنمية الفطر. يوجد لدى مهندس الميكانيكا الحرارية السابق الآن مجمع صناعي مكيف بالكامل، ولقد بناه منذ 8 سنوات مع محطة للتكييف وغرف التبريد وموقف للسيارات، والأهم أن الفطر الطازج موجود يومياً على المائدة. أردت استهلاك منتج له جودة أعلى. كنا نأتي بفطر البوتون من بولندا سابقاً، قررت أن أحاول زراعتها بنفسي. ومنذ ظهور الفكرة من 18 سنة وأنا أعمل على تحقيقها. يحتل الفطر بمحتواه الغذائي المركز الثاني بعد اللحوم، فهو يحتوي على كل ما تحتويه اللحوم، وتختلف الفطور المختلفة عن بعضها، وفطر البوتون لا يقل الفطر الأبيض بخصائصه. نشأت في القرية حيث كنا نذهب لجمع الفطر، وكنا نبدأ في أول الربيع من جمع فطر الأويستر وهلم جرى حتى الخريف. رائحة الفطر في الشتاء أطيب من رائحة اللحمة، لذا قررت أن أزرع فطر البوتون لتتمكن عائلتي والناس من أكل الفطر على مدار السنة. يقول ميكولا ليليوك أنه من المهم جدا عند زراعة الفطر مراعاة 3 أمور: النظافة والمراقبة وتغيير الظروف في الوقت اللازم داخل صالة التخمير. تعقيم المكان أمر حتمي، فهم ينظفون الممرات يوميا، في حين أن الصالة المدفأة تعالج ببخار بكثافة 70%، فالبوتون حساس جدا للجراثيم والتقلبات الحرارية.
هذه الجدران معزولة حراريا حيث يجب تبريد المكان في الصيف وتدفئته في الشتاء، ومن الواجب في هذه العملية الإنتاجية توفير المناخ المناسب. الحرارة القصوى المسموح بها لا يجب أن تتعدى 28 درجة داخل الكمبوسات و18 درجة في الهواء. كما هناك اختلافات مفاجئة عندما يتوجب افتعال الصدمة الحرارية، لذا من الواجب الحفاظ على المؤشرات من خلال المحطة المناخية عبر ضخ الهواء الساخن أو البارد. وأقول بصراحة أن تربية الفطور كتربية الأطفال الصغار لا يمكن تركهم حتى ليوم واحد من دون مراقبة التغيرات التي يمكن أن تحصل في هذا المكان. يشتغل العمال هنا بلا عطل تقريبا. يعتني بفطر البطون عند ريلوك 25 اختصاصيا، وعند ارتفاع الطلب عليها قبل فترة الأعياد أو أثناء الصيام يدعم ميكولا واسيليفيتش 20 شخصا آخرين لمساعدتهم. تحتوي مزرعة الفطر على 15 صالة، ولكل واحدة منها دورتها الخاصة، وتجري في نفس الآن الأعمال المختلفة فيها. فعندما تبدأ في واحدة منها عملية التنمية، يكونون يجمعون المحصول في الأخرى، يجمعون ثلاثة محاصيل من الحجرة الواحدة خلال شهرين، وهكذا ست دورات في السنة. نجني في اليوم الواحد 4 أو 5 أطنان من الفطر، نعبئها في الصناديق والسلل وفي حاويات بسعة 400 أو 500 جرام. نحترم عملنا وننمي الفطر الجيد. نحن نشتريها أيضا لتحضير الأطباق، ومنها مثلا الأقراص والفطائر والبيتزا نصنعها منها، وأهمها طمعا قطع الشامبينيون المقلية. كل من يعمل مع الفطر يحبه، حساسيته ورقته وكثرة البروتين فيه لعلها السبب. مزاجنا جيد طوال الوقت، نقوم بهذا العمل منذ 16 سنة وهو يروق لنا، والفطر أطيب من اللحم، ويمكن منه تحضير مختلف الأطباق. أظن أن عدد سلطاته أكثر من سلطات اللحم، نعمل عليها ونعرف كل ما يمكن أن يحضر منها. أحب الفطر وأزرعه، وأنا أعرف ما أزرع، وهو أطيب من اللحم حقيقة. يمكن إطالة فترة حفظ الفطر من خلال تجفيفه أو تخليله أو تعليبه، وهي ليست بالصعبة وفقاً لوصفة الجدة. ويبتسم هنا ميكولا واسيليفيتش. يمكن الحصول على منافع الفطر الكاملة عند تحضيره نيئاً أو عند سلقه مع إضافة عصير الليمون. نشأنا في القرية ولم يكن هناك أطباق كثيرة مع الفطر، كنا نتناول حساء البرش الأحمر أو حساء الفطر. لم يبتكروا الكثير، حتى فطر الجوليان لم نعرفه في السابق، كنا نعرف الفطر المقلي والمخلل فقط. ونحن نخلل الفطر ونأخذه هدية عند زيارتنا للأصدقاء، وعبة منها بحجم نصف لتر أو لتر هي بطاقتنا التعريفية. بدأوا بزراعة فطر البوتون في العالم منذ أكثر من 300 سنة، ومن الحقائق المثيرة أن البستانيين عثروا عليه لأول مرة في المشاتل الملكية المدفأة عند زراعتهم للشمام، وتبين أنها صالحة للأكل. راحت تنقل حتى صار اليوم واحدا من الأنواع الأكثر انتشارا في أوروبا. تحتوي كل أنواع الفطر على 20 حتى 25% من البروتين، ومن المثير أنها بالإضافة إلى الدهون والعناصر المعدنية والفيتامينات. تحتوي أيضا على الألياف الفطرية، أو الكيتين، ويعتبرون هذا سبباً لصعوبة هضمها، ولقد تأكد أن هضمها يعادل هضم خبز الجودر. ولكن ألياف الفطر هذه تلعب دوراً هاماً في تنظيف الجسم من المواد المتبقية عن تحلل الأدوية والطعام، وهي مادة طبيعية منقية.
природным сорбентом. توجد الفطريات في جميع أنحاء العالم تقريباً، حتى أن هناك المجهرية منها التي تنمو في المفاعل الرابع المنكوب في محطة تشيرنوبيل، وفي الينابيع الحارة التي تتعدى حرارتها 100 درجة مئوية، أو حتى في القطب الجنوبي، ومهمتها تنظيف كوكبنا. لم تؤسس طريقة زراعة فطر البترول فقط على مخلفات الصناعات الأخرى، بل وهي نفسها تمثل إنتاجاً نافعاً لا يترك مخلفات. هناك أفكار مثيرة، فبعضهم يرغب بتربية الديدان من أجل إثراء الدبال، ولكن هذا يحتاج إلى شروط خاصة. نعقم الكتلة المتبقية بعد قطف الفطر بالبخار المركز 70% لتخرج من الحجرة نقية، وهذا سماد عضوي عالي الجودة لزراعة الجزر والشمندر. كما أن البطاطا تحبه جدا ولا يحتوي على الآفات ولا الأعشاب الضارة، حيث أنها تفنى خلال فترة استخدامنا للدبال، وهي مادة جيدا يحبزها المزارعون. يوجد في العالم حوالي 2000 نوع من الفطر الصالح للأكل، ويعتبر 400 نوعا منها دوائيا، وغالبا ما تجتمع هذه الخصائص العلاجية في نوع واحد، كما تقول الباحثة في علم الفطريات نينا بيسكو. الفطر مادة غذائية رائعة ومنق عظيم، نتناول مع الفطر كمية كبيرة من العناصر المعدنية بما فيها النادرة مثل السيلينيوم مضاد الأكسدة الرائع، ويدخل هو إلى أجسادنا متحدا بالبروتينات على شكل مادة حيوية، وهذا أنفع بكثير من العناصر الموجودة في حبوب الدواء. ويحتوي كل نوع من الفطر على 15 وحتى 20 عنصرا معدنيا. В каждом виде гриба обязательно содержится. يشير الحديث الدائر حول إمكانية زراعة الفطر طوال السنة على أساس البقايا العضوية دون الحاجة للأراضي الزراعية إلى أنها ستكون طعام المستقبل، ولن يحمل القرن 21 برأي العلماء شعار الثورة الخضراء، إذ أن الفطر بدأ يستحوذ أكثر وأكثر على موائدنا. يزرع الفطر حالياً في 70 بلداً، ويبلغ حجم الإنتاج السنوي العالمي من الفطر الصالح للأكل 20 مليون طن. يمتاز الفطر بخصائص مضادة للأكسدة، ومن المحبذ استبدال السلطات بالفطر، فهو يساعد على تخليص الجسم من المواد الضارة. يرى مزارع الفطر أن الوقت قد حان لتحديث المزرعة من جديد، حيث من الممكن أتمتة جمع المحصول وتنظيم إعادة التصنيع من أجل تطوير العمل ومواكبة العصر. ما هي المخططات اللاحقة للتجهيز الإنتاج وإصلاح الموجود؟ نقوم بالتعديلات ونضيف كل عام ما يلزم، الخلاطات والبرادات وأجهزة تعبئة الفطر. نتوجه الآن نحو تغليف كل منتجاتنا من الفطر، حيث سينتهي عصر المنتج الموزون وستكون الأمور كما في أوروبا، ما يفرض علينا التأقلم وشراء معدات جديدة للتوضيب والتغليف. يريد المشتري أخذ العلبة ووضعها في سلته، ونحن ندفع السوق نحو ذلك. باحتوائها على العناصر المعدنية يمكن مقارنة الفطر بالفاكهة، وبكمية وتركيب الكربوهيدرات بالخضروات. أما من ناحية احتوائها على البروتين فهي تتفوق على لحوم الحيوانات، ويمكن مساواة الفطر بالأسماك من حيث احتوائها على الفوسفور، يقدرها خصوصا النباتيين، وعند تناولها في الطعام تخفض ضغط الدم ونسبة السكر والكوليسترول، والصحة هي طريق السعادة. يجب على الإنسان أن يشعر بالسعادة دائما، عليه أن يعيش سعيدا، وما خططت له وما نويت فعله أراه يتحقق اليوم فعلا.